رابع فئة من شركة ليزاسكن اللي هي الزيروليز. زيروليز بتتكون من ثلاث منتجات: زيروليز 10، زيروليز بلس، زيروليز فيزاج. أول منتج اللي هو زيروليز 10 يعني بتكون من 10% يوروديوم، عندنا نسبة عالية من اليوريا يعني عندنا ترطيب شديد. بيستخدم لأصحاب البشرة الجافة والحساسة ليرطبهم بشكل منيح. عندنا ثاني منتج اللي هو زيروليز بلس. زيروليز بلس بيستخدم لحالات الجفاف الشديدة لمناطق مثلا زي الأكواع زي الركب، وهو عبارة عن بيكون اوينتمنت يعني بيكون دهني أكتر. عندنا ثالث منتج اللي هو زيروليز فيزاج، بيستخدم على الوجه من لحالات الجفاف الشديد، بنستخدمه على بشرة نظيفة صباحا ومساء، وبالذات للناس اللي بيستخدموا الايزوتريتينويد اورالي بيكون عندهم جفاف شديد فبينفعهم كتير الزيروليز فيزاج. هيك منكون خلصنا شركة ليزاسكن اللي بتتكون بشكل رئيسي من مادة اليوروديوم اللي هي يوريا مع صوديوم كلورايد. حكينا عن أربع فئات منها: فئة الكلاريلس اللي بتستخدم لتفتيح البشرة، فئة الأتوليس اللي بتستخدم للأيتوبيك ديرماتايتس، وفئة الزيروليس اللي بتستخدم لحالات الجفاف الشديد، وفئة السامبلوك اللي هو ليزاسكن سامبلوك.